أنا متابع قديم القصص الجين، يعني أحب هذا العالم وأتابع القصص. أحيانا أدخل للقنوات ألقى ناس ماخذة من ناس، ناس ناقلة من ناس، لكن الحصري والجديد تلقوه عندي في قناتي فقط. اليوم جايب لكم قصة. هاي القصة تتكلم عن شخص طلع لاجئ وهاجر وصارت عنده مشكلة على الحدود اليونانية، وهاي المشكلة سببها الجن. عاش أيام ويا الجن. المهم ما أريد أحرق أحداثه عليكم، بيها أحداث كثيرة ومفرحة. جيب لك حاجة تاكلها أو حاجة تشربها حتى تتسلى وانت تسمع القصة، ويا حبذا تحط سماعات بإذنك، وإذا كنت وحدك بمكان انعزل وطفي الضوء واستمتع بالمشاهدة. القصة جميلة ومرعبة. اذكروا لي الله يا جماعة الخير وصلوا لي على الحبيب المصطفى، ويلا نبدي القصة. غسان ومحمد أصدقاء يعيشون بتركيا. غسان أقدم من محمد بتركيا. صارت ويا غسان قصة، لكن قبل فترة كان غسان ومحمد ما حد يعرف الثاني. التقوا بمكان مال عمل وبعدها صاروا أصدقاء، وبعدها أخذوا بيت وجلسوا بي يعني شقة، وبدت حياتهم تمشي طبيعي. غسان كانت عنده بعض المشاكل بتركيا. غسان ما عنده إقامة. بالنسبة لمحمد اللغة التركية 100% عنده، وعده حتى جنسية تركية راح يستلمها عن قريب بذاك الوقت، لأن كان يشتغل بالشركة مال اتصالات بالشركة مال تركيا تيليكوم. أما غسان كانت حالته تعبانة وحالته المادية ضعيفة جدا. كان يسكن ببيت هو وصديقه محمد، وكانوا يعني يشاركون بكل شيء بالإيجارات غيرها. ربطت بيناتهم علاقة خلال 6 أشهر 7 أشهر قوية جدا. بدأ محمد جدا يحب غسان ويعطف عليه. كانت عنده مشاكل ويا والده، والدته متوفية بالقصف، وإخوانه كذلك 2 أصغر من عنده وهو الوحيد. ظل بتركيا ووالده قدر يعبر ويعوفه، وظل بتركيا جالس بين فترة وفترة يحاول يتواصل ويا والده. غسان عنده مشكلة. غسان مشكلته انه هو ما يصلي، اش مهما تقول له صلي احيانا توصل يعني بينك وبينه اذا اردت تنصحه مشكلة وعركة كبيرة. لهذا السبب محمد كان ما يقدر ينصح. وراح اخذ دور محمد بالقصة. بيوم من الايام بتركيا كنا جالسين انا وصاحبي، وكان يوم عطلة. سألته وقلت له غسان شنو رأيك نطلع؟ قال ما أريد أطلع. وبعدها بشوية فاتح لي الموضوع وقال أكو صديق راح يجي عليه. قلت له منين؟ قال يعني راح يجي طيران سياحة كذا، أريد يبقى بالبيت يومين 3 تقبل؟ جاوبته وقلت له إيه عادي أقبل، خلي يجي. منين؟ قال شاب من الجنسية العراقية. وفعلا أجا شاب باليوم المحدد من جنسية عراقية، جلس يمنا بدينا نشاقة نسامر، أخذ يمنا 3 أيام وبعدها غادر. غسان كان بذاك الوقت يحكي ويا هذا الشاب، يعني لما هذا الشاب كان بالعراق، هذا الشاب كان جاي سياحة. غسان طالب من عنده خاتم وقايل أريد تجيب وياك خاتم إلي هدية. جاب هذا الخاتم. الخاتم بذاك الوقت صار كلام يعني علنا قدامي. قال له هذا الخاتم اللي انت هسه راح تلبسه بخادم من الجن، هذا العراقي صاحبنا. قال الغسان انا ما كنت اؤمن بهاي السوالف، ولما غادر هذا الشاب من يمنه بديت اسال غسان عن هذا الموضوع، لان بحثت على الانترنت عن هاي السوالف وفعلا اكو خواتم بها جن. المهم غسان كان يحب الخواتم وكان يحب الاحجار أو الخرز، وكان دائما كل ما يلقى أحد لابس خاتم ويكون بحجر أصلي يبدي يسأل عنه ويتحرى، وكانت يعني عنده خلفية عن هذا الموضوع. أنا ما كنت أعرف بهاي الأشياء، وبدأ يتحدث أكثر وأكثر عن الموضوع ما كنت أؤمن بيهم. فبدأ يقول لي أكو أحجار للرزق، أكو أحجار تطرد العين، أكو أحجار تلجم الحاكم. قلت له يعني شنو؟ قال لي إذا أنت عندك مشكلة بالقضاء وتشيل هذا الحجر وتدخل على قاضي تقدر السكتة
ما يحكم عليك. المهم بذاك الوقت الموضوع طويل وكبير ومتفرع، وبيني وبينكم صح كان غسان يتكلم لكن ما كان كلامه يدخل ببالي. معقولة حجر صنم لا يتحرك لا كذا يعني يسوي كل هاي الأفعال؟ فهنا أنا شافني سارد، فقلت له غسان تريد الصراحة؟ أنا ما أؤمن بهن وماكو هيك شيء، هذا حجر وجماد. قال لي لا، أنت منو قال لك جماد؟ قال لي هذا الحجر اللي تشوفه هسه أقدر أنطيك إياه يعني وأخلي لك وياه فد شغلة، وتقعد الصبح تلقى هاي الشغلة طالعة من عنده أو مختفية. فأنا هنا أنا قلت له يعني شلون؟ قال لي هسه أجيب رز وأجيك. وفعلا جاب رز وخلاه ويا هذا الحجر. الحجر كان لونه أبيض وبمثل الدمارات لونه الرصاصي وأسود ضعاف جدا، فحطهن بكيس وياه. الكيس كان لونه أحمر وصغير، وشد الكيس عليهم بحكام وانطانيه. قال لي تلمس بإيدك، تلمست موجود الرز جوا. قال لي خلي هذا الحجر يمك لكن لا تخلي جوا راسك. هنا أنا شكيت، قلت احتمال وأنا نايم راح يجي ياخذ الكيس يفرغه ويرجعه. المهم قلت له خلص ما راح أخليه جوا راسي، وفعلا خليته بصفي ونمت وغفيت. قعدت ورا شوية لزمت لقيت بعد الرز بي. المهم قمت رحت افتريت وهو وياي، دخلت دورة المياه طلعت، بعدين خليته جوا المخدة. قلت حتى إذا يدخل ويمد إيده مباشرة أقعد. وأنا نومي خفيف نمت وغفرت. حلمت بكوابيس غريبة، والمشكلة الأكبر حلمت بنساء خمسة كان شكلهن مو طبيعي كأنهم أموات. بشرتهن كانت بيضة جدا وشاحبة، واللي جوا عيونهن أسود. والمشكلة الأكبر اللي كانت بالموضوع كله هو الحلم، كان بالغرفة وبالمكان اللي أني نايم بي. قعدت مختنق وحتى ما أقدر أتنفس. يوم اللي تلفتت لقيت يعني بعد الصبح ما طالع، شربت مي، وهذا أول يوم أني أقعد بي بتركيا بهذا الوقت. عمره وحياتي ما صحيت هذا الوقت إلا عن منبه. طبعا أنا هم كنت مقصر بصلاة الفجر. المهم وراها تقريبا بدقيقتين أذن الفجر عندنا بتركيا، وقمت وصليت ورجعت مرة ثانية مباشرة حتى أشوف. يوم اللي تلمست الكيس لقيت الرز اللي بيه ما موجود. غسان بذاك الوقت ما كان يشتغل أبد، نايم بالبيت وساكت، وكان بين فترة وفترة عدة أقارب بالخارج أحيانا يحولون إلى فلوس، ولما يحولون إلى فلوس ينطيني، وإذا ما انطاني فلوس يعني أو انجمعت ودفعنا كل شيء أنا أدفعه. وحتى كنت دائما أجيب غراض وأخليه للبيت، وهو عدة فلوس يعني جوا إيده يعني مبلغ بسيط جامعة، وكان يدخن بشراهة وكان يصرف من عنده. وكان بين فترة وفترة كذلك يتداين من عندي، لكن هو ما يقبل على الباطل أبد، كل ما تجي فلوس إله يسددني. وأنا مثل ما قلت لكم جمعتني بيه علاقة طيبة وقمت أحبه، اعتبرته أخوي وموجود بالبيت. ما كان يقدر يشتغل أبد، هو يطلع يشتغل ما يتحمل، يتعارك دائما وخاصة عركاته كلها ويا الأتراك. وبالفترة الأخيرة قاموا بتركيا اللي ما عنده إقامة، اللي كاسر، اللي ما عنده الجنسية اللي هي الحماية المؤقتة. المهم كانوا يعني يرحلوهم، فهو خايف وجالس. المهم أنا طلعت للشغل بهذا اليوم، ولما رجعت تكلمت وياه قلت له حلمت كذا وكذا والرز ما لقيته. أنا بالبداية كنت ما مقتنع، قلت له أنت أكيد دخلت وأخذته. قال لي لا، أنت اللي نمت وخليته جوا راسك. قلت له أنت شمدرك أنا خليته جوا راسي؟ قال لي لأن حلمت. أنا قلت له لا، أنت كذاب دخلت وأنا ما أدري وطلعته. وظليت أنا يعني الجادل وهو يضحك. قال لي أنت ما راح تؤمن بهذا الشيء لكن أنا راح أثبت لك. وقام طلع برا قال أجيب دخان وأجي. لما أجي جاب مي ورد، إحنا نسميه مي الزهر، جاب مي ورد وخلى هذا الحجر بالكاسة. وهنا أنا انتبهت، قلت له هو خاتم لو حجر؟ قال هو حجر. المهم قلت له لا، الشاب اللي جاب لك اياه خاتم، وتذكر لزمته بايدي ولبسته. قال لي ايه، هذا الضاعف حجمه عندي لان عدة شغلات سويتهن اله وانا افهم بالاحجار. طبعا بذاك الوقت عقلي راضي يطير مني، قلت له لا
اتصل لي بالولد خلى اتاكد. انا اتذكره خاتم، قال لي ايه هو كان خاتم، وبعدها دخل للغرفه وجاب لي خاتم فاضي بدون الفص مالته، وبقت بس الحجره موجوده. قلت له طلعها، طلعها من المي، شفتها فعلا هاي حجمها اكبر. قلت له انت يعني لو جاي تستهبل علي او تشاقه، المهم قمت اخاف من هاي الافعال. قلت له ليش خليته بهذا المي؟ قال راح تجي باكر ما تلقى ولا قطره مي بالجلاس او الكوب. قلت له ليش؟ قال الجن او الخادم يحب هاي الاشياء، وهسه بعد اكو طقوس ثانيه راح اسويهن له يقوى ازيد وازيد ويبدي يحبني. قلت له انت شنو اللي راح تستفاده؟ قال لي ما اعرف، لكن اكيد راح يفيدني. طبعا ظل الخاتم عنده، وانا قمت اشعل القران لما انام. باحد المرات قال لي اسمع ترى صوت القران اللي شغله انت ما جاي يخليني انام، هذا الشيء حرام عليك. طبعا غسان بذاك الوقت فاجئني، انا من زمان كنت لما اواجه شويه صعوبه بالنوم اشغل قران، ليش هيك يحكي وياي؟ المهم قلت له تمام نوبت الاخ انا الصي، وانا شويه اخاف من هاي الاشياء مال الجن والخواتم. النوب صارت الاشياء قدامي، والشغله الاخيره اللي صارت مال الجلاس اللي خلى بيه مي، لقيت المي ثاني يوم ما موجود. هذا الشيء راد يجنني، حاولت ابتعد عن هذا الامر، ولا ما هو صاحبي واحبه كان تركت البيت وطلعت، قمت ما احكي بهذا الموضوع وياه ابد. وغسان شويه عنده نوع من الانطوائيه بسبب المشاكل اللي هو بيها. المهم وانا اطلع للشغل فما عندي غير يوم واحد عطله بالاسبوع كله، بهذا اليوم اقدر اقعد وياه نسولف، احيانا نطلع نروح نشتري اشياء. المهم نسيت الموضوع مال الخواتم كله. وبعدها تقريبا بفتره من الزمن صار فد شيء او حدث بتركيا، وهذا الحدث انه رجب طيب اردوغان راد يطلع الناس اللي موجودين السوريين ويخليهم يروحون لاوروبا عن طريق اليونان. فالناس كلها بدت تروح، وقامت سيارات تركية تنقل الناس من المدن وتروح تخليهم على الحدود التركية اليونانية. واغلبكم شاف هذا الحدث، وبدت الناس تروح على امل ان اليونانيين يفتحون الحدود انه يخلونا نعبر، والاتراك كانوا يساعدونا بكل قوتهم، يريدون بس يطلعونا من يومهم او يخففون عددنا. بعدها بذاك الوقت وانا كنت جالس واشوف الاخبار، عرفت انه اردوغان سوى الناس هاي اللي رايحة ورقة ضغط وعمرها ما راح تنفتح الحدود. وغسان كان جالس ويسمع هذا الكلام ما اعرف شنو، مرة واحدة كان يقول لي شنو رأيك نطلع لأوروبا ونهاجر، شكلها راح تنفتح الحدود ونقدر نعبر. قلت له لا انت ما جاي تسمع الاخبار، انت كذا انت كذا. المهم عدا تقريبا 4 ايام وبدت الناس تروح بصورة مو طبيعية، قمنا نسمع الشباب يلمون غرابهم وحاجاتهم، ونشوفهم لابسين جنطهم ومجهزين نفسهم على الرحلات. ومرة واحدة غسان قال خلص خلينا نروح، بدأ يسوي لي واهس ويقول نطلع لأوروبا عوفك، وانت اصلا ما خسران شيء، اذا عبرت عبرت واذا ما عبرت انت كذا وجنسيتك وتقدر تعيش هنا وتقدر ترجع. المهم قنعني، يوم اللي قنعني فعلا لمينا غراضنا. لكن وانا ردت اروح قال غسان لا مو هسه خلينا ما نروح هسه. وبعدها رحنا تقريبا بنهاية هاي الحملة، اكو شباب يعني كانوا موجودين هناك وقاموا يرجعون ويسولفون. قلت له انا ما اروح، ما جاي تسمع الناس شو تقول؟ قال لي ما عليك انت خلي نروح ونجرب حظنا. المهم بالليل قنعني قال لي اسمع انا تاخرت قصدا لان هسه الناس كلها راحت، والسلطه اليونانيه كانت كلها واقفه ومتحضره ومستعدين حتى يقتلون الشخص اللي يعبر، لكن هسه الناس انسحبت وهسه اليونانيين عافوا الحدود لان يدرون ما حد راح يقدر يتجرى ويعبر، يعني بعد الاستعراض اللي سووه. اقتنعت بكلامه للمره الثانيه وقلت خلص نروح، وفعلا اخذنا سياره على حسابنا ورحنا. كان عندنا جنتين بذاك الوقت، جنطان لابسها كبيره ومحمله كل الحاجات بيها، بيها اكل تقريبا يكفينا 14 يوم الى 20 يوم، كانت الجنطه ثقيله جدا، بيها حاجات وبيها غراضنا كلهم، وبيها جوالات اثنين، واحنا شايلين جوالات عاديه اثنين احتياط، يعني جهزنا عده كامله وما اريد اعدد الاشياء
كله، لأن أحتاج نص ساعة وأنا عد بالغراض اللي أخذتهم. المهم رحنا وصلنا الحدود وبتنا يوم يم شخص، وبعدها توجهنا قمنا نمشي بهالغابات، وبالليل كانت الأجواء تصير مرعبة جدا. أخذنا 5 أيام وإحنا بالغابات، وبيوم من الأيام وصلنا النهر الأخير اللي يفصل يعني بين الحدود التركية تقريبا اليونانية. بعد ما تعبر هذا النهر تصير وضعيتك خطرة جدا. وبهذا اليوم قلت له يلا خلينا نعبر، تقريبا الساعة 2. جاوبني بصوت ناصي وقال لي لا موجودين. المهم هناك صار خلاف بيني وبينه، لأن أنا كنت متعوب جدا من الوضعية، الجو كان يصير بارد بالليل وأنا يعني ما أقدر أظل هنا نايم وما جاي أشوف أي أحد قدامي والوقت مناسب، لكن هو كان متكاسل ويقول لي الجو بارد. المهم ما قبل يعبر، وفعلا أنا عبرت للنص وكان أسمع أكو حركة ورجعت. يوم اللي رجعت نمت يعني مثل المنحدر ورجعت وكنت بردان، وقال لي ها أشو رجعت. كان يحكي وياي بصوت ناصي، قلت له سمعت أصوات؟ قال لي موجودين دولاك وينهم؟ قدام أناظر ما جاي يشوف أي شخص، هو شلون جاي يشوفهم ما أعرف. المهم ظلينا ليلة كاملة أنا وياه، وبعدها عبرنا. يوم اللي عبرنا عبرنا الصبح بذاك الوقت وما أعرف شلون ما حد شافنا، وقعدنا مكان وخت النبي وظلينا جالسين ننتظر يعني يصير الظلام ونشوف شنو اللي راح يصير. ولما صارت الدنيا ظلمة بدينا نشوف ناس آليات، وعرفنا أن هذا الجيش اليوناني، وإحنا هسه بمكان خطر جدا، فلازم نلزم الصمت ونظل قاعدين بهذا المكان وما نتحرك أبد. ظليت قاعد أنا وياه وتفاجأت بغسان أموره مو طبيعية، أشوف وجهه أبيض زيادة، شفايفة مفطرة. أتكلم وياه يقول لي اتركني وخليك ثابت، ترى إحنا راح نعبر ونطلع، أنت ما جاي تشوف اللي هاني جاي أشوفه. غشيماني وعلى نيتي، كنت مفكر إنه غسان جاي يشوف يعني القوات مثلا التركية اليونانية، ما كنت متصور إنه هو جاي يشوف أشياء أنا ما أشوفها. مرة واحدة ابتسم وضحك ورفع إيده وبدأ يلوح به، المن ما أعرف. قلت له غسان تراني بروحي خايف بهذا المكان، وانت جاي تسوي هاي الحركات تخوفني ازيد. قال لي ما عليه خلاص خليك ساكت وجالس بمكانك. المهم ماني ما تحملت، بعدها قمت ناظرت ما شفت احد. تقريبا صارت الساعة 2:30، هذا الوقت كان يعني 2:30 هو الصبح، لكن الدنيا ظلمة بظلام دامس، ما جاي يشوف اي احد، ما جاي يشوف اي اضاءة. قلت له يلا خلينا نقوم نمشي، قال لا ما نمشي. المهم قلت له خلص صار يعني اختلاف بيني وبينه، وقلت له انت تظل جالس وانت كذا وانت كذا. المهم تركته ومشيت. وبذاك الوقت الجنط مالتنا اللي اخذناهن واخذنا عدة غراض، عرفنا جنطة كاملة ضامينها يعني بالحدود التركية تقريبا يعني بالغابات، وندى المكانهن جيد جدا. حتى الجوالات مالتنا يعني كانت ويانا بس جنطة واحدة وانا اللي لابسها، ما طلب مني انه اخلي الجنطة كذا. المهم عفته ومشيت على امل انه هو يلحقني، لكن ما تحرك وما لحقني ابدا. قلت خلص عوفه، هو ما يريد يعبر، يمكن رب العالمين كاتب لي اطلع، هو اصلا ما اعرف ايش بيه، يمكن مجنون. ورا ما جاء هذا الخاتم وضعيته جدا قامت متعجبني، هو قبل كانت يعني وضعيته شوية اهون، قبل صح كان يتكلم هواي اشياء، دائما اشوفه يطلع اشياء بالتليفون ويكتب، اساله يقول لي هذا كذا حجاب كذا ما اعرف شنو. حتى مره يعني من المرات صار موقف والشرطه وما اعرف شنو، حتى اعطيت فلوس يلا هدوه، قلبوا مات المحفظه ما لقوا بيها طبعا اي حاجه، ولقوا ورقه بنص، فتحوا هاي الورقه لقوا كلمات ونجوم، وظلوا مصرين على هذا الكلام اللي مكتوب شنو. لا نقدر نقول لهم رساله ولا تراكترا مو غشيمين، يعرفون بالاشياء مال السحر وهاي الاشياء، خاصه اذا شافوا نجمه او غيرها يعرفون انه هذا الشيء عمل. المهم ماخذوا من عندنا فلوس بذاك الوقت وعافوا. الشرطه اللي موجوده بتركيا يعني 3/4 تقريبا يقبلون الرشوه ويفرحون عليها. المهم تركته ومشيت وظليت امشي ومستمر تقريبا لغايه الفجر، وتندمت هو انا شلون اعرف صاحبي،
صرت بمكان شبه مكشوف لغاية ما لقيت مكان وظليت نايم بيه على بطنه ومدد إيديه بنص عشب في سبيل محد يشوفني، وظليت ما أتحرك نهائيا. شوية شوية بدت عيني تغمض وتنعس لين تعبان جدا ونمت، وما صحيت إلا على ضرب وصياح ولهجة أو لغة ما أفهمها أبد أناظر، لقيت الجنود كلهم فوقاي اليونانيين لزموني، لزموني اليونانيين يوم كامل، ظلوا يضربون بي يحجون وياي، أفهم لهم ما أفهم لهم، ما حد يحكي شوية إنجليزية، أحاول أتواصل وياه أتكلم وما جاي يفهم منهم أي حاجة، شنو اللي رايديه ما أعرف. بعدها افتهمت من عندهم يقولوا لي أنت جاي وحدك، لو وياك أحد دلينا بي. أخذوا طبعا الجوال اللي كان عندي، كان عندي جوال حامله وياي. المهم رجعوني منين ما أجيت، رجعوني للحدود التركية، وبعد ما وصلت لهناك نزعوني ملابسي وقالوا لي تنزل بالمي. ظليت يعني بس بالملابس الداخلية، الجو بارد، نزلت مرة ثانية، عبرت النهر الحمد لله والشكر، عندي غراض وحتى فلوس ضمت. بذاك الوقت قلت إذا عبرت ورحت لأوروبا خير على خير، اللي يلقاهن محال الموهوب، وإذا رجعت فعلى أقل يعني أقدر أنه أني أروح أخذ السيارة. المهم ما أرد أوخكم بهاي التفاصيل. رجعت بذاك الوقت بنص الغابة حالتي حالة، صاحبي ما موجود، وصلت للجنطة لقيتها بمكانها، أنا تخيلت أنه هو إجى أخذ الجنطة ورجع، لقيت الجنطة بمكانها، فرحت وما فرحت. المهم لبست الهدوم اللي بيها موجودات احتياط، أخذت جوالي وبديت أمشي وأتختل كذلك، لأن إذا يشوفونك الأتراك بذاك المكان وأنت راجع ما عابر تصير لك مشكلة، بالروحة إذا يكفوك عادي يوصلونك للحدود ويقولون لك ترى باكر إذا أجينا ولقيناك بهذا المكان بعدك ما متحرك نقتلك. المهم قدرت أرجع لشقتي اللي كان عندي مفتاح، والحمد لله والشكر ما سلمتها. غبت تقريبا يعني أسبوع بذاك الوقت بهاي يعني الرحلة كلها، وبعدها قمت أنتظر صاحبي يرجع، اليوم يرجع باكر يرجع، الرقم مال الجوال اللي عنده مغلق. المهم عد اليوم أول ثاني ثالث رابع 25 يوم بالمضبوط، وهو لا خبر من عنده ولا أي حاجة، لا اتصال ولا عرفت وين راح. معقولة عبر وراح وقدر يوصل ولا ليش ما خابرني؟ ليش ما تواصل وياي؟ أرقامه يعرف. بعدها قمت أنط احتمالات، هو احتمال تليفونه وقع والرقم مال الجوال ما يعرف. بعدها تذكرت هو أنا صفحة فيسبوك عندي وهو يعرف اسمي ويقدر يتواصل وياي، ظليت دايخ أيام. المهم مثل ما قلت لكم رجع لي بحالة غريبة جدا ومرعبة. رجع تقريبا الساعة 2 بالليل بيوم كان عطلة، بيوم العطلة يعني أني أظل شوية قاعد وسهران لحد 2، كان السهران بالبيت. بالبداية سمعت صوت مال شي يتحرك بالبيت، أو بالأحرى كان عندي مثل الكوميدي صغير مخلي بيه الأحذية تكرمون، سمعته يتحرك كأنه أحد يجره. يوم اللي رحت ناظرت من العين السحرية ما لقيت أي أحد موجود، لكن أنا سمعت صوته، والصوت بعدين تأكدت أنه هو مو من برا موجود بالداخل، لأن أنا جاي ناظر بالعين السحرية حسيت بهوى كأنه واحد عدى من وراي. الصراحة خفت هنا، قمت أفكر بيني وبين نفسي أكيد صاحبي لما كان يعني بالبيت سوى أشياء، لأن هو دائما يكتب وما أعرف شنو، غسان مثل ما قلت لكم عنده أمور مال جن وهاي الأشياء، لكن هو لا كاهن ولا ساحر ولا أي حاجة، يحب يعني يسوى هاي الأشياء فقط. المهم حدث شيء غير متوقع، اندقت الباب علي ومرة واحدة راد قلبي يطلع من صدري، لأن كنت بوضعية صافن وجاي أفكر وموجود بالممر. المهم واندقت الباب رحت ناظرت، لقيت مرة واقفة ولقيت صاحبه موجود أبصفها. هاي المرة منه لابسة أسود بأسود وبس وجهها مكشوف وكانت بشرتها بيضة. المهم من العدسة كنت ناظر عليه، فتحت الباب وأول ما شافني ناظر بوجهي ابتسم ابتسامة بسيطة جدا، يعني قبل لما كان بالبيت وأحيانا أنسى المفتاح وروح أدق الباب يسلم علي يبوسني، هالمرة ظل واقف وما يعرف شو يسوي. مباشرة احتضنته
بوسته، قلت له انت وينك يا رجل؟ دخلت لي جوا، هاي المره ما اعرف شو اسوي، ادخلها ولا هي ليش جايه؟ المهم دخلتها وردت اعرف قصته. قعد بالصاله بذاك الوقت، قلت له تشرب حاجه؟ ناظر بوجهي، قلت له راح اسوي قهوه في سبيل الصحصح، انا منعس اردفته منك، انت وين جيت؟ تكلمت ويا هاي المره، ردت علي بلسان عربي، وهذا الشيء الفاجئني. قالت لي انا ما اريد اي حاجه وما اشرب اي حاجه. المهم ظلت هاي المره جالسه، وانا رحت اسوي قهوه بسرعه بسرعه، سمعت صوت الباب انفتحت، رحت ناظرت ما لقيت احد. المهم ما اعرف شو رجعت، لقيت بس صاحبي قاعد وهي ما موجوده. هذا الشيء ارعبني جدا. بعدها سمعت صوت كلام بالشارع، فتحت الشباك مباشره وناظرت، لقيت 5 نساء موجودات، كلهم تقريبا نفس الطول، كلهم تقريبا نفس اللبس. قلت له ذولا منو؟ جاوبني. قال لي هم اللي وصلوني. قلت له ذني منو؟ قال لي هن وصلني. قال هذا الكلام ورجعت. رجعت حاولت افتهم منه، قال لي تعبان واريد انام. راح دخل للغرفه مالته القديمه، وانا دخلت. هن ذني منو اللي جابني؟ وهاي اصلا المره من هي اللي كانت تحكي عربي؟ ما افتهمت منه اي حاجه. رحت ونمت. لما قعدت الصبح بهذا اليوم كنت متكاسل اروح للشغل، فرحت مباشره اغسل وجهي واصحصح، لان احتمال اذا ما اروح ارفض. الاتراك يعني بهاي الناحيه مال الشغل صعبين جدا. فرحت دورت المياه، سمعت اكو احد جوا، قلت احتمال صاحب غسان موجود. انتظرته دقيقتين ثلاثة ماكو، دقيت الباب عليه وقلت له غسان اطلع بسرعة بس اروح وارجع طب. المهم انفتحت الباب وانفجعت، لقيت مرة بوجهي موجودة. انت منين دخلت؟ جابك هنا نفس هالمرة؟ راحت تتمشى ما ردت علي، فتحت الباب ودخلت على غسان. هذا الشيء شتتني جدا. رحت فتحت الباب وتفاجأت بالنساء اللي لقيتهم بالليل موجودات، والمشكلة كان بيناتهم شبه يعني متقارب، وهو كان نايم وغفيان. انفزعت بديت اصرخ عليه، اقول له غسان غسان هذول منو؟ شلون دخلتهم؟ غسان ايش بيك؟ اقعد. غسان ما كان يقعد، ما يتكلم ولا كلمه، ما اعرف ايش بيه. وذن النساء كانن قاعدات واني ما اعرف شو اسوي. مديت ايدي اريد اشعل الضوء، مباشره انسدت الباب على ايدي. طبعا ما كنت داخل للغرفه، يعني واقف على العتبه مال الباب، فمن مديت ايدي انطبقت الباب على ايدي، سحبتها مره ثانيه، فتحت الباب ولقيتهم ما موجودات. حاولت اصحي بصحه، قال لي ايش بيك يا رجال؟ انت مدري بيه تعبان. قلت له ذني منو اللي كان بالبيت؟ قال لي منو؟ فتح عيونه قال ما موجود اي احد. المهم بهذا اليوم حتى الشغل ما طلعت، وظليت قاعد تقريبا لغايه 6 العصر، لان دايخ اشرب قهوه ادخن بالارجيله مالتي، حاير من الشيء اللي شفته. يا جماعه انا شفت هذا الشيء بعيني، وغسان ما جاي يساعدني، وقضى الوقت كله نايم. قعد تقريبا الساعه 9 بالليل، كل ما اروح افتح الباب اناظر عليه القاه غفيان. النوبه قمت اشك، كل ساعه المح مره موجوده، ساعه اشوفها بالمطبخ، ساعه اشوفها تمر من ورايه، مره وانا جالس شفت البرده تحركت، وهذا الشيء كان يرعبني. المهم ظليت قاعد بمكاني، وقعد هو الساعة 9. أول ما قعد قلت له بس تعال فهمني شنو اللي صار وياك. جاوبني بكل بساطة وقال لي ما صار وياي أي شيء، هذول اللي شفتهم جن وجابوني. طبعا أنتوا هسه لما تسمعون هيج كلام راح تقولون ما معقولة، معقولة أكو هيج شيء؟ إي أكو، وأكو أكثر من هذا الشيء بعد، خاصة بتركيا. ترى تركيا يؤمنون بالسحر بصورة مو طبيعية، وعندهم سحر أقوياء جدا، حتى أفلامهم أو مسلسلاتهم الرعب تكون مخيفة جدا وواقعية لأبعد حد. المهم هذا مو موضوعنا. فقلت له شلون يا رجل أنت هاي الفترة كلها غبتها؟ وين قضيتها؟ شكلت شربت أنا حتى الجنطة، وحدة خذتها ووحدة مرة ثانية هم رجعتها وياي. أنت شلون عشت؟ شو اللي صار وياك؟ قال لي كنت عايش وياه. وهنا أنا بدأ يتكلم لي، بدأ يقول لي يوم اللي تركتني أنت ومشيت، وأنا ظليت وحدي بهذا المكان. باليوم الثاني قدرت أعبر، ويوم اللي عبرت
نمت، لكن عبرت تقريبا الساعة 2 سمعت صوت من بعيد ينادى علي مال جنود، وعرفت جايين علي. رجعت أركض وقلت خلص إذا يضربوني خل أموت، هو أنا حياتي وراح أخسرها. يقول وأنا كنت أركض سمعت مثل واحد جاي يركض وراي، أتلفت ما ألقى أي أحد. المهم رجعت للنهر، ويوم اللي عبرت النهر صرت يعني على الجهة الثانية من عنده، وأنا خايف كنت أشوفهم قدامي، أنا مكشوف أضويتهم كانت علي. مرة واحدة سمعت صوت مال مرة كانت تقولي لا تخاف أنا بجانبك ما راح يشوفونك أبد، كانت بنية وتحكي بلسان عربي. التفتت لقيت وحدة ممددة ونايمة، وكانت لابسة هدوم مثل هدومنا تقريبا، كأنه يعني طالعة تريد تطلع يعني للخارج مثلنا. المهم ظليت ساكت وهي كل ساعة تقول لي اسكت ولا تخاف شوية ويروحون. أنا موجودة هنا صار أيام وياك، وبعدها من البرد الشديد حسيت جسمي خدر، وهي تقول لي لا تتكلم أبد، حتى كنت أتنفس بصوت عالي تقول لي لا تتنفس أبد شوية، وحسيت بدفو يم جسمي، وهذا الدفو كان مو طبيعي. التفتت ولقيتها صايرة بصفي جدا، قالت لي لا تخاف ولا تتحرك خليك بمكانك. بديت أخدر شوية شوية وجسمي كان يثقل أكثر وأكثر لغاية ما صارت كأنه فوقاي انحجبت عد الرؤية، حتى وجهها يمت ما أشوفه، عيوني غمضا وما صحيت إلا الفجر، يعني كان خيط أبيض بالسماء وخيط أسود. قمت ويوم اللي قمت مشيت شوية بالغابة اللي صار بالاتجاه التركي، ومرة واحدة أشوف مرة واقفة قدامي لابسة أسود، رحت عليها وقلت لها ساعديني أنت جابتش هنا، وين أهلك وين العائلة مالتك وين أخب. المهم ردت أحد يساعدني، ضحكت بوجهه وقالت لي شبيك خايف كلهم موجودين وراك. التفتت لقيت 4 نساء وهي الخامسة مالتهم واقفات وكأنهم يشابهن. بعدها جنة تقدمن علي، وأنا هنا كنت متعوب جدا عطشان جوعان، أنت تركتني وأخذت قلت لهم غراضنا، قالوا صاحبك أخذ الغراض وراح. ما أعرف هنا تاهت علي الأيام، هو إحنا بيا يوم ما أعرف، الجوال ضاع من عندي، الساعة اللي لابسها وقفت بسبب المي اللي دخلت بيه. المهم يعني كنت لا أعرف وقت ولا أعرف إحنا بأي يوم. وذني وياي لبسهم غريب، لابسات هذا اللبس ما أعرف، أنا اللي شفتها البارحة ما كانت هيج. المهم واحدة من عندهم شبهت عليها قلت لها أنت أنا شايفك وين، المشكلة كانوا يتكلمن بلسان عربي لكن كانت لهجتهم فصيحة، وبعض الكلمات عندهم كانت يعني باللهجة العامية. قالت لي أنا موجودة وياك وإحنا كنا موجودين وياك، وبعدها هو جاي يتكلم ما أعرف شبي الشنج وعيونه رفعت لي فوق، صار البياض لي فوق وبدأ ما أعرف شلون يتصرف، وقام يطلع فتشي أبيض من حلقه، وحسيت أنه راح يموت ويفارق الحياة صاحبي وما أعرف شو أسوي. مباشرة صار يعني على الكنبة ومشنج، أنا ما أعرف اللي صار بيه، نزلت أركض من البناية، عندي رجل سوري أعرفه صديقنا أكبر من عندنا بالسن، رح دقيت الباب عليه في سبيلي يساعدني، أجي يركض ولقيناه نايم طبيعي وشان ما بي أي حاجة. قعدت قلت له أنت بيك كذا أنت، قال لي أنا ما بي أي حاجة تعبت وقلت لك راح أنام. تفاجأت من الكلام اللي جاي يقوله، اعتذرت من الشخص اللي جبته وظليت قاعد يم. بعدها دخلت نمت، وتقريبا 4 أيام جلست بالبيت ما أطلع للشغل بسبب، بس أريد أفهم القصة مالته شنو. المهم باليوم الثاني كمل، قال بعد ما ذني النسوان ظلن يمي وافتهمت أنه أنا ما راح أقدر أطلع، قالوا الأتراك قريبين منا، يقول يختفن ويظهرن، يعني تختفي وحدة من عدهن أنا كنت ما منتبه عليها ولقاها ما موجودة، ورا شوية النوب ألقاها باتجاه ثاني وتقول لي خلاص خليك. المهم ظليت بالغابة ومهن ظلن وياي. بالليل صاروا يعني قريبين جدا من عندي، لكن انتبهت عليهم بيهم شغلة غريبة وهي عيونهم، وهنا عرفتهم من الجن بما أنه أنا أعرف بهاي الأشياء. قلت لهم أنتوا شرايدين من عندي،
وانتوا ليه جاي تساعدوني؟ قالوا لي احنا من الجن. سألتهم وقلت لهم انتوا عندكم علاقة بهذا الحجر او الخاتم اللي انطاني اياه صاحبي؟ قالوا لي احنا ما عندنا اي علاقة بهذا الحجر. بالنسبة لهذا الحجر الجن اللي موجود بيه او الخادم راح بسبب القرآن اللي شغله صاحبك، واذا انت رجعت مرة ثانية للبيت وسويت هاي الافعال او قرآن وما قرآن، ترى انت راح تعيش طول عمرك بلا عقل، لا انت ولا صاحبك. هاي الجزئية لما قال لي اياها ما صدقت بيه، وقلت احتمال هو يعني جاي يقول هذا الكلام في سبيل انا ما اشغل قرآن. المهم كمل قصته، قلت له بعدها وين رحت؟ قال اخذوني بمكان بالغابة، كان بيت او غرفة مهجورة وقديمة، وسألت عن هاي الغرفة قالوا لي هاي كانت ثكنة للقوات التركية، يعني هاي كانوا يقعدون بها الجنود الأتراك. المكان مهتري تماما، لكن يفي بالغرض بالليل أحسن مما تظل مكشوف. ظليت قاعد بهذا المكان وخايف أتلفت، كل ما أسمع صوت يقولوا لي لا تخاف احنا موجودين واحنا اللي جاي نتحرك، هسه أي شخص يجي ما راح يشوفك وما راح يعلم بيك انت هنا. ظلت تعدي الأيام وأنا وياهم بهاي الغرفة. أكل كانوا يجيبون إلي، الأكل اللي كانوا يجيبوه أغلبه من الفواكه أو بقايا من الطعام. قلت له وبعدين صار؟ قال لي ما صار أي حاجة. بالليل قالوا لنا راح نوديك، تعالوا اجلس هنا. يقول جلست طبيعي على حجر أو صخر كان موجود بالأرض خارج هاي الغرفة. اجت وحدة من عندهم صارت وراي، شعرت يعني بها لأن جسدها صار على ظهري، وقالت لي اسند ظهرك. ومجرد انه اني سندت ظهري عليها اجت وحده ثانيه امامي، ظلت تناظر بوجهي وعيونها كانهم توسعت. المهم صاروا داير مدايري هذني النساء، وانا هنا شعرت يعني انه جسدي ما اعرف شبي جاي ينسحب للارض، ولا احس اكو فد شي يعني او قوه جاي تسحب كل جسدي، وحسيت انه قلبي قام يضخ دم زيادة، وقمت اسمع الدقات مالته، قمت اسمع علو الدقات بصدري، قمت اشوف سواد بسواد، وقمت اشوف نقط بيض داخل هذا السواد، وبعدها ما شعرت الا واني بالشارع مال العمارة مالتنا او البناية. كانت تتمشى وياي وحدة اللي شفتها انت. التفتت لقيت نساء أربعة يمشون وراي، دخلتني ووصلتني للباب مال البناية الجوة. جلست ما قدرت تمشي، قالت لي هاي طبيعية، وبعدها صعدتني لفوق، دقت الباب دخلتني لي جوة، وبعدين قامت من يمي وطلعت، وانت تعرف الباقي. وبعد ما كمل كلامه قال لي أريد أنام تعبان اتركني، ولا تفتح علي الباب أبد، ترى اني مو وحدي، انا عندي زوجة من الجن، هذن يكونهن خوات وانا متزوج وحدة بيهن، لا تفتح الباب علي ابد. لما قال هذا الكلام قلت خلص، غسان عقله طار من راسه وموضوعه يم دكتور نفساني، اكيد احتمال عاش ضغط نفسي بالمكان وبالغابة، ورب العالمين كاتب له حياة ومات، احتمال اكل اوراق شجر وظل عايش ما اعرف. المهم رحت دخلت للغرفة وظلت أفكر بالموضوع، أحاول أقلبها يمين بيسار السالفة، أصدقها ولا ما أصدقها، أربط الأحداث اللي شفتها بعيني واللي سمعتها منه، كانت ما أعرف شلونها لغاية ما نمت. لما نمت سمعت صوت يعني ورا تقريبا نص ساعة، وفيت وقعدت على هالصوت جاي يتكلم، وكان أكو كلام أو بربرة مال مجموعة مال أشخاص بالبيت. رحت اتمشى وصلت يم الغرفة مالته، وكان الصوت بداخلها نساء وجاي تتكلم، وهو هم كان يتكلم، وانا واقف احاول يعني اسمع الاشياء اللي جاي يتكلمون بيها، ما جاي افهم لان كان الكلام غريب بعض الشيء. كان اسمع يقول لي لا تتصنت اتركنا وروح. طبعا انا هذا الموقف خلاني اعوف الصداقة، أعوف كل شيء، وقررت أتكلم لأي واحد أشوفه عليه، هذا اللي مقرره هاني، قررت أنه لمن أطلع أحكي للكل عن هذا الموضوع. المهم ثاني يوم
ما اعرف اللي صار، اجى علي قال لي انت ناوي هيك تسوي، سوي هيجي، ما اريد تتكلم ويا اي احد، ولا تنسى ترى الشقه شقتي واقدر اخليك تطلع وانا ما محتاج اي حاجه. صارت يعني مشكله بيني وبينه، لكن من طرفه فقط. الصراحه كنت خايف لان الموضوع قمت اشوفه بعيني. المهم سديت النقاش بيني وبينه، وطلعت بهذا اليوم من الشقة وظليت بالشارع، وتذكرت الشاب العراقي اللي جاب إلى الخاتم بالبداية. هو انطانا صفحة الفيس مات، ودزيت له طلب وما موافق، واللي خلاني أبحث عليه وأدور الحمد لله والشكر لقيته موافق على طلب الصداقة مالتي. المهم طبيت مباشرة، تكلمت وياه، لقيت إنه هذا الشاب راجع للعراق. تكلمت وياه وقلت له شنو موضوع الخاتم اللي انطيته، هو خاتم ولا حجر ولا كذا؟ قال لي هو خاتم وتقدر تسوي حجر، يعني تطلع الفص اللي موجود بيه. قلت له حجمه تضاعف، بديت اتكلم اله، قال لي مستحيل هاي الاشياء ما تصير. المهم كان يقول لي تدري صاحبك غسان يعرف بهاي الامور مال السحر والشعوذه؟ قلت له عوفني من عنده ولا تجيب لي سيرته ابد. قال ايش بيك؟ قلت له بيني وبينه مشكله، المهم حبيت بس اسالك عن هذا الخاتم. كان يسألني، كان يقول لي انتو مو على اساس تطلعون وتروحون شنو اللي صار وياكم؟ شو اتصل على غسان ما يجاوبني. قلت له شو غسان تليفونه مفتوح؟ قال ايه تليفونه مفتوح بس ما جاي يجاوبني. هنا انا ظليت بحيرة ما اعرف شو اسوي. عرفت انه اكو بالامر لعبة كبيرة. دخلت على غسان، طبعا تعرفون احنا ما نؤمن يعني هيج ايمان مطلق بالجن وهذا الشي اللي يسوي، وتعاركت ويا غسان عركة، وهو كان يضحك وبوجهي وقال لي خلاص خليه. قلت له يومين وعوف البيت واطلع وعوف الكيا، انت جاي تكذب علي، انت كذا وكذا. المهم بهذا اليوم نمت تقريبا على الساعة 11:30 وغفرت. على الساعة 2 قعدت على صوت همهمات، صوت ما اعرف شونه، يعني الصوت ما راح اقدر يعني اقول لكم بيه او ما راح اعرف اقلده لكم، لكن حرفيا اكو صوت دوشة بالغرفة. اول ما فتحت عيوني لقيت نساء عددهم 5، كل وحدة حاملة بايدها شمعة، والشمعة هاي كانت يعني سمينة ومو ضعيفة ولونها اسود ومشتعلة، والضوء صاير على وجوههم، وجوههم كانت مرعبة ومخيفة. ووحدة من هاي النساء انتبهت على ايدها، ما كانت ايدها فاضية، الشمعة بيها وملفوفة افعى عليها من ايديها اثنيناتهن وعلى رقبتها، وبعدها الافعى هاي صايره مثل التاج فوقها. هذا الشيء اللي شفته. بديت احاول احرك رجلي لكن كانت حركتي بطيئه، اريد اصرخ اريد اتكلم، حلقي كان بالقوه ينفتح. ومره واحده ما اعرف اللي صار، حسيت انه الباب انضربت ضربه قويه وانا قدرت اتحرك. دخل علي صاحبي ناظر بوجهي وبعدها تركني ومشي. وانا هنا قمت من الصدمة مالتي، ما تكلمت ابد، لميت الغراض الي وحاجاتي اللي تخصني وحطيتهن بجنطة. اول ما طلع النهار علي اخذت جنطتي ورحت للمعمل اللي كنت انا اشتغل به. حتى العمال استغربوا وقالوا ايش فيك؟ قلت لهم تعبان جدا وتعاركت، واصلا ما عندي مكان ابات به. احد العمال اللي كانوا موجودين قال تعال انا عندي سكن شبابي واقدر اسكنك وياي. ما تكلمت عن الموضوع فترة، كنت بين فترة وفترة أشوف غسان بمكانات يبدي طالعني بغضب شديد. وأنا من ذاك الوقت تمسكت بالقرآن، تمسكت بالقرآن خوفا يعني من رب العالمين وخوفا من الجن. هذا الموقف أثبت لي شنو عظمة القرآن، لأن كل ما أقرأ قرآن أحس بصدري يوسع أكثر وأكثر. وأحيانا لما أصير يعني غضبان على حاجة انه اعصب، احس انه اكو شيء يدفعني يقول لي سوي هيك حاجه، اشعر بكتمه بصدري، لكن بس ارجع للقران تصير حالتي احسن. ظليت سنه كامله مبتعد عن غسان، اشوفه من بعيد لبعيد. بيوم من الايام اختفى غسان، يعني قمت ما اشوفه، فحبيت اسال عليه. عرفت انه غسان رايح السوري، جميع حساباته على التواصل الاجتماعي ما حد يجاوب عليه، انه اختفى واختفت كل اخباره وياه. حتى كنت اسال علي ناس يعرفوا يقولون ما جاي نتواصل وياه ابد من ذاك اليوم لهاليوم. قاموا يسالون الشباب عنه ويقولوا لي
هو شنو اللي صار، هو مو كان يمك، شنو المشكلة بينكم وبينه؟ قمت أتكلم على مشاكل طبيعية وطفيفة تصير بيني وبينه، وهذا الموضوع ما حكيت بيه نهائيا، لأن خايف يحصل شيء بسبب هذا الموضوع. لكن بعدين فكرت بيني وبين نفسي، اللي حصل وياي شيء قوي وبيه فائدة للي يسمعه وموعظة، ومنها قلت أخلي الناس تعرف هاي القصة. مع الأسف ما راح أقدر أنطيكم تفاصيل بعد أكثر عن القصة، يعني الأماكن هاي الأشياء، لكن الأسماء مال القصة اللي ذكرت أسماء حقيقية. كل شي سمعتوه بهاي القصة بعد هالشخص هذا كاتب دعاء وحالف أن القصة حقيقية. أدري بيكم استمتعتوا بهاي القصة وأنا كذلك. القصة كانت جميلة جدا ومخيفة ومرعبة، والأحداث اللي بيها يعني أحداث حقيقية. أنا شايف أمور مشابهة من هذا، الجن موجودين، خاصة إذا جو عليك عن طريق طلاسم وهاي الأشياء، يلزقون إلا يأخذون عقلك يلا يروحون. الله ليعلم غسان هسه وين، احتمال غسان انخطف، احتمال يعني أخذوه الجن المكان، احتمال نهوا حياته بطريقتهم، واحتمال هسه هو عايش وياهم، ما حد يعرف الأمر. والخافي أعظم، وحفظنا الله وإياكم من شياطين الجن والإنس، وانتظرون غدا قصة جديدة إن شاء الله.